بقى مريم زميلتنا موجوده دلوقتي، مريم سميح، عشان نتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وهي موجوده في مقر جريده الجمهوريه، وضيفها معانا كمان الاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي بالجمهوريه. مريم صباح الخير طبعا، وصبحي على الاستاذ حسام. ويمكن من اهم الحاجات اللي عايزين برضو نناقشها معاكي هو فكره هنا كيف تناولت الصحف المصريه والصحف العالميه تنظيم مصر لبطوله العالم لليد. اتفضلي يا مريم. بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح عليك يا كريم، وطبعا بصبح على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. من داخل جريده الجمهوريه هيكون معانا يعني عده عناوين هامه في مختلف الصحف، ولكن طبعا زي ما انت قلتي يا نهاوند البدايه طبعا هتكون معانا، لان جريده الجمهوريه كمان اعدت ملف محترم كامل متكامل عن تناول يعني او بطوله كاس العالم لليد اللي نظمتها مصر، ونجحت كمان في اجتياز هذا الاختبار في ظل الظروف الحاليه طبعا من جائحه كورونا، واللي شهدت كل بعثات الدول المشاركه في هذه البطوله بنجاح مصر في يعني تخطي هذا الاختبار الحقيقي، واللي كمان اكد عليه طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان يعني مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ولكن خلينا قبل ما نروح لهذه العناوين نفكر مشاهدينا باهم مباريات اليوم في الدوري الاسباني، ريال بيتيس وأوساسونا في تمام الساعة 10 مساء، كمان في الدوري البرتغالي سانتا كلارا وبلانسز في تمام الساعة 7 مساء، كمان بورتو وريو آفي في تمام الساعة 9 مساء، موريرانس وسبورتينج براغا في تمام الساعة 10 إلا ربع مساء، وسبورتينج لشبونة وبنفيكا في تمام الساعة 10 مساء. هيكون معانا عدة طبعا عناوين أهمها من جريدة الجمهورية. مدبولي: مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لليد رغم قيود كورونا على حركة العالم. المنتخب الوطني أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه والأداء القوي المشرف. وكمان مصطفى: سيمفونية ناجحة برعاية الرئيس السيسي في ظرف استثنائي. كمان وزير الرياضة كان ليه تصريح من خلال هذا الملف: دول عديدة طلبت تنفيذ التجربة المصرية لتنظيم البطولات المصرية. كمان هيكون معانا عنوان من صحيفة الجمهورية: بعد استعادة هاني والشحات الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الدحيل. كمان من سكاي نيوز عربية: صلاح لم يفكر كثيرا أو يتحدث عن الفترة الصعبة. كمان عندنا من سكاي نيوز عربية: ميسي يصل إلى 650 هدفا وبرشلونة يثأر من بلباو. طبعا هيسعدنا أنه يكون معانا من خلال هذه الجولة الصحفية الناقد الرياضي ومساعد رئيس تحرير بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغرباوي. طبعا أستاذ حسام بنصبح عليك، طبعا منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي. معانا عدة عناوين أهمها طبعا حضراتكم يعني عديتوا ملف كامل ومحترم جدا داخل صحيفة الجمهورية عن تناول يعني تنظيم بطولة العالم لليد رغم الظروف الحالية اللي بتمر بيها البلاد من جائحة كورونا. تصريحات عديدة الحقيقة يعني أهمها لطبعا مصطفى مدبولي كمان وزير الرياضة، وكثير عن الفقاعة الطبية، وأن 185 دولة نقلت الحدث على الهواء مباشرة، وده كان ليه يعني أثر كبير جدا على نجاح مصر في تنظيم هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الزملاء في القناة وعلى جماهير الأهلي ومصر جميعا. مما لا شك فيه أن مصر أبهرت العالم بشكل غير مسبوق في التنظيم لكأس العالم 2020-21 النسخة 27 بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد ما كان 24، وده كان كل العالم شايفاه ان هو صعب جدا، ان طبعا عدد ضخم جدا ومع دخول جائحة كورونا، الا ان بصراحة الاستعداد للبطولة من الاول هو خطأ بشكل علمي متطور، بداية من تقديم الملف لاستضافة كاس العالم بعد نجاحنا طبعا بكاس الامم الافريقية على حساب تونس. ده ادى مصر قوة كبيرة ان هي تنظم بطولة كاس العالم، فطبعا بتقديم الملف الملحمة بدأت من هنا، ان طبعا وافقوا تماما ان مصر عندها تملك قدرات كبيرة جدا لاستضافة حدث كبير زي ده،
وانطلقت المنظومة بداية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء مع السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعملوا فريق عمل كبير جدا انبثق منه طبعا اللجان المنظمة للبطولة، بدأت بكيفية استضافة البطولة من على ملاعب متميزة، وتم طبعا إنشاء 4 صالات عالمية بالفعل، إن هي حتى تخطط في تطورها آخر تطورات العلم في الصالات الخاصة بكرة اليد، فكان عندنا صالة ضخمة ومتطورة في العاصمة الإدارية في برج العرب، استاد القاهرة اللي تم تطويرها بما يبلغ 123 مليون جنيه، وصالة 6 أكتوبر. كل ده كان بشكل مبهر جدا، ادى قوه لمصر، وبناء عليه تم ان العالم يبرز له اللي حصل ده. فكان المنتخب بمجرد ما هي وصلت مصر شافت طبعا الامكانيات، طريقه الاستقبال خاصه بعد جائحه كورونا، ان طبعا الاستقبال فيه لجنه طبيه، في لجنه منظمه، ازاي المواعيد ما بين المنتخبات عشان ما بقاش في تكدس، ازاي ان في لجنه طبيه مجرد ما اي منتخب بيصل على ارض مصر، ازاي ان هو بيخش في الحجر والكشف عليه والتأكد من خلوهم من الكورونا عشان نكمل بقية الإجراءات. ده تم مع جميع المنتخبات، إلى جانب الفنادق تم تحديد فنادق معينة بعينها بحيث ممنوع الدخول أو الخروج، اصطف كامل من العاملين دخلوا اللي هي الفقاعة المقصود بها، ان ما فيش حد يخش او يدخل او يتعامل الا اللي تم تقييدهم بالمجال ده. فطبعا كان في ناس معينين هم اللي بيتعاملوا معاهم مع اللاعبين، وده طبعا تم قبل كل ده مع منتخبنا الوطني، الى جانب سيارات الاسعاف المجهزة، الاماكن المستشفيات المجهزة المخصصة للاماكن، وتم طبعا منع اي حد يخش الى الفقاعة او المكان المحدد ليه بالخروج إلا بعد البطولة، حفاظا على المنتخبات واللاعبين المشاركين، حتى لما الدولة أقرت أو وافقت على حضور 20% فقط من الجماهير، لما حست مصر إن الدول أو المنتخبات في شيء من القلق منها فمنعته تماما، حتى بعض الصحفيين استكفوا بما يقرب من 100 صحفي وإعلامي ومصور داخل الفقاعة، بحيث برضو للتأمين التام للبطولة، وده إدى بصراحة ثقة كبيرة جدا للمنتخبات، بقى في أريحية في ما بينهم بعض، بقى في تركيز أكتر في البطولة بعيدا عن الخوف من ان احنا نصاب باي شيء. وطبعا كانت الاول بيتم اجراء مسحه كل 48 ساعه مع قدوم انتخابات، بقى كل 24 ساعه متابعه شديده جدا من السيد الرئيس، من جميع المسؤولين بالدوله او الجهات المعنيه بالحدث ده، الى جانب طبعا التامين الامني لجميع المنتخبات الموجوده، وده ادى قوه لمصر بشكل رهيب. أصبحنا طبعا مصر إن القصة اللي حصلت دي بقت هتدرس، أو الناس بيسألوا برا إزاي مصر قدرت إنها تبهر العالم بطريقتها في إدارة جائحة كورونا وتنفيذ المونديال، وده كان إدى قوة لتنفيذ بقى الأولمبياد القادم، لأن كان في تفكير لتأجيلها خوفا من جائحة كورونا، ولكن مع نجاح مصر أصبح هناك طبعا الدول العالم تتكاتف بحيث تنفيذ الأولمبياد. ومصر طبعا بخبرتها اللي حصل بقى عندها كوادر كبيره جدا في المجال ده، حتى احنا مصر عرضت على المسؤولين في اليابان بتنفيذ تجربتها الرائعه او الناجحه في كاس العالم بتطبيقها في الاولمبياد القادمه، ولو محتاجين كوادر او متخصصين، ان احنا طبعا اصبحنا بقى في سيستم خلاص اتحفظ، هنعمل ايه هنا في الموقف ده، هنعمل ايه في الموقف ده، ازاي هنستقبل المنتخبات، ازاي هنخلي لهم اماكن اعاشه، اماكن وسائل النقل والمواصلات، الاستاف اللي بيبقى بيساعد او بيخدم المنتخبات دي بشكل متميز. وهو ده اللي خلى الناس كلها فعلا تبص لمصر بالنظره القويه دي، اللي هتخلي مصر ان شاء الله فيما بعد هتبقى قريبه قوي من تنظيم الاولمبياد ان شاء الله.
في ملف آخر طبعا عن بعثة الأهلي، المشاركة في كأس العالم للأندية والمباراة المقبلة إن شاء الله يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير ومواجهة الأهلي مع الدحيل. كانت كمان يعني صحيفة الجمهورية عندها حرص شديد جدا إن هي تتناول عودة أو استعادة محمد هاني وحسين الشحات، عنصرين مهمين جدا في الفريق، انتظامهم في التدريبات الجماعية مرة أخرى ويعني شبه تأكيد مشاركتهم في هذا اللقاء. شايف ده ازاي؟ طبعا النادي الأهلي هو نادي القرن، هو من أعظم الأندية الأفريقية طبعا بتاريخه الكبير، فإحنا بنتمنى أن الأهلي إن شاء الله يفوز بالبطولة حتى لو كانت المنافسة شرسة، ولكن اسم الأهلي وتاريخه، الأهلي أنا برشحه بقوة للمنافسة على البطولة، لأن الأهلي أولا داخل من سنة 2020 محقق 3 إنجازات كبيرة جدا، منها بطولة الدوري المرة 42، عندنا الكاس مصر 37، ثم كاس أفريقيا على حساب الزمالك للمرة 9. طبعا ده بيديله قوة معنوية كبيرة أن يكمل في هذا الإطار، إلى جانب أن الأهلي عايز يحقق حاجة أكبر من اللي حققه 2006 مع الساحر مانويل جوزيه لما حصل على برونزية كاس العالم بشكل كأبهر العالم برضو كله بالمستوى الراقي اللي كان ظاهر به الأهلي. فهو طبعا أكيد إن شاء الله هيخوض بقوة إن شاء الله المباراة الجاية عشان يقابل بايرن ميونخ، ولو احنا كسبنا دول أكيد طبعا هنبقى قوتنا قريبة جدا من إن شاء الله الفوز، وليه لا يعني احنا قبل ما نقابل الدنمارك في اليد أنا قلت ما فيش مستحيل، فأنا بقول تاني ليه الأهلي إن شاء الله ما فيش مستحيل، ويزين دولاب انجازاته بالكاس العالم، واحنا ما فيش مستحيل، الاهلي بيملك قوه ضربه قويه جدا من اللاعبين، وكان على اصولهم طبعا من ضمنهم الشحات وهاني، خاصه ان كان في بيقولوا ان الشحات احتمال ما يشاركش بسبب احد العضلات الضمه كانت او العضله الخلفيه ليه كانت فيها مشكله، وهاني بنفس القصه، فكان في الناس مقتربه شويه لان هم خدوا على قوتهم وسرعتهم في المراكز بتاعتهم، ده بيساهم كبير مع بقيه الكتيبه الحمراء، ولكن طبعا باستعاده ده ودخولهم في التدريب طبعا بيدي الاهلي قوه مع بقيه الزملاء، وان كان حطوا طبعا بيكام وحطوا اكرم توفيق بحيث ان لو لا قدر الله في مشاكل طبعا مع طاهر محمد طاهر من ضمن اللي محطوطين في البرواز لو حصل حاجه، في نفس الوقت ان بنلاقي المدير الفني حط اليو ديانج على الدكه رغم احتياجه ليه، بس طبعا قال انا هبدا بواليا مع محمد شريف هيبقوا مع بعض، طبعا مروان محسن ليه ابتعد عن الكاميرا في الوقت الحالي اللي طبعا لاصابته بكورونا ما كانش مستعد في الفتره اللي فاتت، طبعا برضو جاهزيه وليد سليمان الساحر وبقيه الكتيبه الحمراء ادى قوه معنويه حتى للناس في الشارع على فكره، ان هم رغم كاس العالم الانديه ان هم حاسين ان الاهلي هو نادي عالمي هيقدر باذن الله يحقق ويفوز ببطوله، حقق بطوله اكبر من البرونزيه ان شاء الله اللي حصلت بمشاركته للمره السادسه بعد 2013، وان شاء الله نبارك للاهلي بالبطوله ان شاء الله. عودة أنظار العالم مرة أخرى طبعا للفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول، عاد للتسجيل مرة أخرى مساء أمس طبعا أمام ويست هام يونايتد، سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على ويست هام 3-1. يمكن كان في الفترة الماضية غياب لصلاح عن التسديد أو التسجيل، كان في عدة عناوين تناولت هذا الموضوع، الملك عاد ليسجل، الملك عاد من جديد، كان في بعض المناوشات خلال الفترة الماضية، تصريحات من يورجن كلوب اتكلم كتير عن صلاح، ولكن بعد مباراة أمس وبعد التسجيل خاصة بعد يعني تسجيل محمد صلاح رقم قياسي جديد يمكن الموازين اتقلبت، لأن كان كمان في كلام عن انتقال صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل لريال مدريد. حضرتك شايف الموقف ازاي دلوقتي بعد عودة صلاح مرة أخرى للتسجيل؟
تسديد، وبعد تصريحات يورجن كلوب المميزة جدا، لأنه قال عدة تصريحات، يمكن قال أنه هو محمد صلاح ما يفعله لا يصدق، وكمان أنه هو لديه رغبة مستمرة في التسديد، وقال أنه هو كمان لاعب من الطراز العالمي. طبعا محمد صلاح نجم كبير، واصبح من افضل لاعبي العالم في المنتخبات العالميه وبيمثل مصر. هو صلاح ما كانش غايب، هو شيء طبيعي ان اي لاعب ممكن لا يوفق في بعض الاحيان، ممكن بيبقى لو مش معنى ان هو ما احرزش اهداف ان هو ما شاركش، انه شيء طبيعي ما بيشارك، ممكن بيبقى اسيست لبقيه زمايله في اي لقاء هو بيشارك فيه، بس طبعا تهديفه خلى الكاميرات تعود تاني وبقوه، ان محمد صلاح لا هو مازال بقوته بيحقق ارقام قياسيه كبيره جدا، بيحرك حتى المدرب او اي حد كان بيتقاول، زي ما حصل قبل كده تقريبا، كانوا قالوا يعني من فتره قالوا ان محمد صلاح خلاص مفيش قدراته قلت وكده، وبعد كده محمد صلاح بيفاجئ الدنيا كلها بقدراته وعودته بقوه شديده جدا ابهرت العالم، وهو ده محمد صلاح. محمد صلاح ده حقه علينا ولازم نقف جنبه، هو لاعب مميز جدا، وان اي نادي اوروبي او عالمي يعني محمد صلاح يتشرف ان محمد صلاح يكون معاه، ده من وجهه نظري ووجهه نظر المصريين وكثير من النقاد. اما بانتقاله لريال مدريد، طبعا احنا نتمنى نشوف محمد صلاح في ريال مدريد، وهيبقى شكله عامل ازاي، اكيد هتبقى فيه قوه، ولكن طبعا ريال مدريد وبرشلونه بقت دلوقتي بيقولوا في يعني في مشكله كمان عشان جائحه كورونا، الموارد الماليه بقت ضعيفه جدا، عشان اجيب لاعب كبير زي ده هتبقى يعني هحتاج لتمويل مالي ضخم. وان كان في بعض الناس بتقول او النقاد بيقولوا هم عينيهم راحه على مبابي شويه، خاصه ان هو بيصغر محمد صلاح بست سنوات، محمد صلاح في نفس الوقت هو لاعب كبير جدا، فاصبحت الدنيا مش عارفين هي اتجاهها فين البوصله، هو احنا اللي يهمنا ان محمد صلاح بقى في الصوره ولاعب قدير. نفس القصه في برشلونه، عندنا قالوا محمد صلاح ممكن يروح او ما يروحش، برضه برشلونه فريق كبير جدا، ولكن في نفس الوقت احنا عندنا نيمار هناك بيلعب في نفس القصه، فبقت سجال ما بين ان هو كيفيه ان ينتقل او لا، مع يعني يبقى دول حاجتين، سواء الموارد الماليه او وجود بعض اللاعبين الاخرين اللي بينافسوا محمد صلاح، ولكن هيظل محمد صلاح هو صلاح في بؤره الاهتمام، وده اللي هيقرره بقى كل نادي واحتياجاته، وهل محمد صلاح هو بالنسبه لهم هيحقق المرجو منه ولا لا، ولكن في الاخر نتمنى لمحمد صلاح التوفيق، انه بيمثل وايقونه مصر ولاعبنا المفضل ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق باذن الله. تمام. يعني آخر عنوان معانا كمان كان عن ليونيل ميسي، طبعا الهدف 650 مع برشلونة بعد فوز برشلونة أمس وتسديد ليونيل ميسي 2-1 على أتلتيك بلباو، يمكن في الدوري الإسباني، ولكن صادف ده كمان مع اليوم اللي قرر فيه يعني النادي إقامة دعوة قضائية ضد صحيفة الموندو ديبورتيفو لنشرها تفاصيل عقد اللاعب الأرجنتيني، برضو كان في مناوشات كتيرة جدا مع ليونيل ميسي ومع نادي برشلونة، يمكن زي ما حضرتك ذكرت في الخبر الماضي برضو بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية اللي مر بيها النادي. طبعا ميسي من اللاعبين المحبوبين قوي على مستوى العالم، يعني في ناس حبت كرة القدم خاصة الأوروبية من خلال ميسي وكريستيانو واللعيبة الطراز الأول يعني، وشيء طبيعي أن هو أما بيكون في لاعب محط أنظار الدنيا كلها، شيء طبيعي أن كل خطوة بيخطوها أو كل كلمة بتطلع عنه يعني هتبقى فيها هزة في الوسط الإعلامي، سواء هي لصالح أو لضد، سواء كانت في حاجات خاصة أو عقود أو ممكن تأثر، لأن طبعا حضرتك عارفة أن اللعيبة من الطراز الأول دول بتبقى كل الأندية عايزة تخطفهم، فأي عقد بيطلع أو بيتم تسريبه ده شيء طبيعي أنه يحصل، بيحصل بلبلة شوية سواء للنادي اللي عايز تضيفه أو اللي عايز ينتقل، إلى جانب طبعا الناس بعض الأندية اللي بتبقى داخلة في النص عايزة تخطف اللاعب، سواء إنها باستمالته ببعض الأموال الأكتر إن أنا أتعاقد معاه بشكل أكبر وكده، عشان كده حصلت البلبلة دي، لأن هو طبعا ممكن أي نادي تاني لو عرض ممكن يقول لو عرض عليه بمبالغ أكبر هتحصل مشكلة، ولكن هي دي كرة القدم وهي دي متعتها وهي دي اللي بتخلي الناس تعرف، لأن لقوا تعرف الدنيا ماشية ازاي وأسعار اللاعبين ماشيين ازاي، خاصة اللي هم بيحبوهم، ولكن هي دي هو ده المجال، يعني المجال يعني ممكن كمان
بعض الناس بتلعب خاصة ان هم بيبقوا داخلين داسة مصر مثلا بيسربوا بعض المعلومات عن العقد، هل ممكن لهدف ان انا في فريق تاني احنا عايزينه فيعلي السعر عشان ياخده؟ ما هو ده برضو شغل تجاري كبير جدا، فطبعا بينزل على الساحة وبتم تسريبه، ولكن هي دي بصراحة بتبقى فيه متعة وإثارة وتشويق وإضافة جديدة للمجال الرياضي، خاصة من جائحة كورونا اللي هي أثرت على كل شيء وأثرت على حتى الأخبار وقوتها زي ما كانت قبل الجائحة. فطبعا هي دي كرة القدم يعني. نشكرك جدا أستاذ حسام، طبعا حضرتك نورتنا على شاشة قناة الأهلي وتحديدا في برنامج 10 الصبح في الأهلي. يعني دي كانت جولة صحفية وتحليل وافي طبعا لجميع العناوين اللي كانت معانا النهاردة بفقرة صحافة من داخل مقر جريدة الجمهورية مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي ومساعد رئيس تحرير بجريدة الجمهورية. الكلمة لكم في الاستوديو مرة أخرى. احنا بنشكرك ونشكر ضيفك استاذ حسام، وهي كانت جوله يعني مفصله كمان مش جوله سريعه. بنشكرك جدا يا مريم.